وما يزعلكم وما يزعجكم أن تسطر المقاومة الإسلامية أروع ملاحم البطولة في راميا والقوزح وعيت الشعب، وتلحق الهزيمة المذلة بالعدو وتحرق دباباته وتقتل جنوده فتغمضون أعينكم بأيديكم وتقولون لم نرى، أن تشاهدوا الصواريخ تسقط في حيفا وما بعد حيفا وتل أبيب وضواحي تل أبيب ويعترف بها العدو فتضعون أصابعكم في آذانكم فلا تسمعون وتقولون لم نسمع. ما بعرف ليش بتزعلوا بس نضرب تل أبيب وحيفا، شو في إلكم بحيفا وتل أبيب وأخوانكم في الوطن يتعرضون لقصف هذا العدو؟ بعرف شو بيزعجكم أن تنظروا وتستمعوا إلى النازحين أهل الوفاء والشرف أهل المقاومة والإيمان المشردين من بيوتهم المهدمة بفعل العدوان، ثم يقولون فداء المقاومة. هون علي ما نزل بي أنه في عين الله، ولكن لا تصدقون. يزعجكم أن تعلموا وبشهادة العدو أن حزب الله قد استعاد عافيته وجزءاً كبيراً من قدراته وسيطرته الميدانية في الجبهة، ولا تصدقون. هذا هو الواقع الذي لم ولن تخفيه الإضاءة في الاستوديوهات والوجوه المملة المكررة الرتيبة ولا الكومبارس التلفزيوني المدفوع الأجر والثمن وتصريحاتكم الغبية التي لا يصدقها أحد حتى جمهوركم. ثانياً